متابعي قناة التعريف الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. أغرب وسائل الدفاع عن النفس عند المخلوقات. عندما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق جعل لكل منها جانبا من القوة يستطيع من خلاله الدفاع عن نفسه. الإنسان ربما كان الأضعف بين الخلق، لكن رزقه الله العقل الذي استطاع من خلاله أن يتسيد الكرة الأرضية. لكن ماذا عن المخلوقات الأخرى؟ دعونا نعرض لكم هنا بعض أغرب وسائل الدفاع عن النفس عند بعض المخلوقات. لكن قبل البداية، إن كانت أول مرة تشاهد قناتنا التعريف، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. السمكة المسمى بهيغوفيش. هذه السمكة تعيش في المحيط الهادي ولا طريقة دفاع غريبة بعض الشيء، وفي حال تعرضها لهجوم ما فإنها تفرز مادة جيلاتينية من المسامات الموجودة على جسمها، وهذه المادة تغلف العدو بكتلة جيلاتينية تسبب في خنقه، بحيث أن كمية بسيطة من هذه المادة مع الماء تشكل كمية لا بأس بها من المادة الجيلاتينية. إن هذه السمكة لسوء الحظ قد تقع ضحية دفاعها، ولكنها تقوم ببرم نفسها وتشكيل عقد على طول جسمها في سبيل التخلص من المادة الجيلاتينية. جيلاتينية. السحلية ذات القرون. هذه السحلية توجد في منطقة جنوب غرب الولايات المتحدة. إنها لا تستخدم قرونها للدفاع عن نفسها كما تظن من النظر إليها. إنها بالمقابل تقوم برفع ضغط الدم في تجويفها الجانبية إلى أن تنفجر الأوعية الدموية المحيطة بعينيها، ترش عدوها بالدماء لتخيفه. خيار البحر. إن خيار البحر يدافع عن نفسه عن طريق قابليته في تغيير حالة جسمه من الحالة السائلة تقريبا إلى الحالة الصلبة وكباقي الشوكيات. فهذا الحيوان تحتوي بشرته على نوع من أنواع الكولاجين قادرة على طرح أو امتصاص الماء، والذي يؤثر على حالة الجسم وتغيراته من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. وبالعكس، إن هذه الآلية الدفاعية تكمن أن باستطاعة هذا الحيوان أن يصبح لينا ليستطيع أن يحشر نفسه بين الثقوب الصغيرة وأن يتشكل بشكل التجويف ثم يغير حالته إلى الصلبة، فلا يستطيع أي مخلوق معادي أن يخرجه من مخبئه. الضفدع المشعر. الضفدع المشعر والمسمى أيضا بضفدع الرعب يكسر عظام أصابعه عمدا ليخرج مخالب شبيهة بمخالب القطط، وكما في الفيلم الأجنبي إكس مان شخصية وولفرين. إن مظهره المشعر ومخالبه لا يمنعان الأهالي المحليين في الكاميرون من صيده وشوائه كوجبة خفيفة. الخنفساء المدفعية. للوهلة الأولى قد يتوهم البعض بمدى براءة هذه الخنفساء، ألا أنها قادرة على أن تقذف سوائل سامة وحارة حد الغليان باتجاه أي شيء يمكن أن يكون مهددا لها، وهذه السوائل قادرة أن تحدث أضرارا كبيرة لأنها تذيب الجزء المصاب به. حيوان الأوبسوم. إن هذا الحيوان الظريف لديه عدة خدع ليدافع بها عن نفسه ضد أعدائه، حيث أنه يمكن أن يقوم بدور الميت وأن يخرج الزبد من فمه ليوهم أعدائه بأنه مسموم أو مريض أو تعتريه حالة من الصرع والجنون، كما أنه يستطيع أن يفرز مادة خضراء رائحتها مقارنة للرائحة المعروفة التي يفرزها الضاربان، كما أنه يجعل نفسه في حالة شبه فقدان للوعي مما يزيل أي آثار للقتل في نفس المهاجم. خنفساء البطاطا. إن يرقات هذه الحشرة تقوم بتغذية نفسها بفضلاتها لتتجنب أن تأكل. إن فضلات هذه الحشرة سام للمهاجمين. شكرا للمتابعة. وفي نهاية نمر إلى فقرة كل يوم معلومة جديدة، والمعلومة تقول: يحرك الإنسان عند الابتسام 17 عضلة وعند العبوس 43 عضلة، مما يعني أن مجهود العبوس أكبر من الابتسام. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.